سفوح جبال لبنان تربعت، ووسط جمال الطبيعة عاشت لتحتضن بساتين الفاكهة وينابيع المياه وسحر طبيعة الخالق، لتكون عبر الزمن محط توجه السياح من كل ناحية وصوب، صيفاً لتميز مناخها وشتاءً لثلوجها التي تكتسي شوارعها بمشهد لا يشبه أي منطقة أخرى. الزبداني، هذه المدينة التي تعتبر من أشهر المصايف العربية على الإطلاق، حيث ترتفع عن سطح البحر حوالي 1250 متر، وأصل اسمها جاء من اللغة الآرامية زبد، أي لب الخير وخلاصته. تاريخ مدينة الزبداني موغل في القدم، ومرتبط بتاريخ أقدم عاصمة في الزمان دمشق، فقد استوطن الإنسان هذه المنطقة من الأرض لكثرة خيراتها ووفرة مياهها التي قل نظيرها عن المناطق الأخرى. لتحجز هذه المدينة لنفسها مكاناً مميزاً على خارطة السياحة، والذي كان أساساً لاقتصادها بمنتزهاتها ومطاعمها، ناهيك عن النظام العمراني الحديث إلى جانب التراثي. تفاصيل هذا المشهد أكسب الزبداني بصمة مميزة عن غيرها، بالإضافة إلى اعتماد سكانها على منتجات هذه الأرض من خيرات. سحر هذه المدينة لم يكن مقتصراً على موقعها الجغرافي وجمال الطبيعة، بل توغلها بالتاريخ أيضاً. فمدينة الزبداني الآرامية القديمة مدفونة تحت المدينة الحالية، والعديد من أثرها موجودة في أماكن متفرقة من الزبداني الحالية، مثل بعض الأعمدة والقطع الحجرية الضخمة، وكان هناك دير القديس يوحنا المعمدان ودير النحاس وغيرها الكثير من الآثار الشاهدة على عراقة تاريخ مر استوطناه هنا. لم يشفع التاريخ العريق ولا سحر إبداع الخالق لطبيعة هذه المدينة من أن تكون هدفاً من أهداف إرهاب أسود عمل خلال سنوات الحرب الماضية على سوريا بتدمير الحجر والبشر في هذه المدينة، لكن بهمة أبطال الجيش العربي السوري نفضت هذه المدينة غبار الإرهاب عن كتفيها، وبإرادة أبنائها وصمودهم أكدوا بهذا النصر أنهم لا يستحقون إلا الحياة، لتكتب هذه المدينة اسمها للزمن بحروف من نار ونور.